كيف أنت يا صاحب بالزنزانة رقم 13؟ أخطأوا إنهم انتظروا مني خوفا واستعطافا. رجلا دخلت نضالي، رجلا نفارق الحياة، لأن كل فعل غير هذا يعني طعنا ضد نضال هذا الشعب الأبي. الإنسان عندما يصل مكانة ما لا يعود ملك نفسه، بل يتحول كلية إلى القضية التي حملته وحملها، فليحرص فقط على أن تكون القضية عادلة. لا أحد يشك في عدالة قضيتنا، حتى هم كما قلت. لي إليك وصيتان، أبلغهما من بعد فراقي. لي بنت صغيرة اتهلى فيها واتهلوا في البلاد. لو فرطنا في البلاد فقد بعنا دمكم بثمن باخس، ولا أظننا قادرين على ذلك. ثم ربما كان مصيري مثل مصيرك. على كل الأعمار بيد الله، ولكن نحن في 1956 ولا زال الطريق شائكا أمامكم. تهلوا في البلاد. قبل الاستقلال لا تفشلوا، وبعد الاستقلال بنوا خدموا شيدوا بلدا عظيم. تهلوا في البلاد، شيدوا بلدا عظيم، بلدا يعين لكل أبنائه، بلدا يسع لكل أبنائه. تهلوا في البلاد، تهلوا في البلاد، تهلوا في البلاد. أنا سأفدي إليك حكي ما
نتمنى أن يرضي عن فتى قال للوطن أنا سأفدي. إنه الشهيد إنه الشهيد عبد القادر بوملي. مسقط الرأس سيدي بالعباس عاش بها كباب الناس. مسقط الرأس سيدي بالعباس عاش بها كباب الناس. ظلم وجور بؤس وباس ظلم وجور بؤس وباس. إنه الشهيد إنه الشهيد عبد القادر بوملي. رأى الألام زرعا فتأثرا وأقسم أن لها يأخذ الثأرا. رأى الألام زرعا فتأثرا وأقسم أن لها يأخذ الثأرا. وأن عن الجبين يمحو العرى وأن عن الجبين يمحو العارة. إنه الشهيد إنه الشهيد عبد القادر بوملي. يا فرحتي ما أسعدني اليوم جدا. لو أسعفتني حنجرتي لزالت فيسمعني القريب والبعيد. إنه حق إنه حق ليوم عظيم. ابني ابني ينجح في امتحان الشهادة. ابني متعلم مثل أولاد الترجمان. وليدي عبد القادر يربح السيرتيفيكا. لحظة لم ننساها حين نادى المدير التلاميذ الناجحين بأسمائهم. لما سمعت المدير صرخت وصفقت. غمرتني الفرحة غمرتني الفرحة حتى كنت أختنق. وليدي عبد القادر أهل لكل نجاح لأنه مجد أكثر من أقرانه. فعلا فعلا يا أمي فكأن به كبر قبل الوقت. الله يرحمك. من فضلك يا أمي لا ليس وقته. كم كان أكون جيدا المقالات. وليدي كل يوم يربح السيرتيفيكا. كلنا يتذكر ذلك اليوم. فرحنا جميعا لتسجيله. من فضلك أمي حضري الكسرة وتصدقي بها على الصغار. تلك كانت هي نيتي. أرجو أن تشتري لي ما تيسر من التمر المجفف. السلام عليكم. هل صحيح ما سمعته؟ وكيف لا؟ كنت واثقا من نجاحه. كنا كلنا واثقين من ذلك. لم ولن يكون سوى ناجحا. والآن ماذا؟ لم نفكر بعد في الموضوع. أوليدي يكون كوطابلي ما ينسخ يديه بالتراب. أليس الأحسن أن يتابع دراسته؟ أنا أراه طبيبا أو محاميا. تلك أمنية بعيدة المنال. أسمع يا جاري يكفيني أن يوظف في الإدارة. مازال صغيرا يا أمي فيوظف في الإدارة. الأفضل أن يشرع معنا في خدمة الأرض. خسارة. هذا قدرنا. في انتظار أن يكبر ويصل سن التوظيف سيساعدنا في الحق. فنحن بحاجة إلى أيد تساعدنا. وهل يعقل أن ندفع أجرا وعبد القادر هنا؟ هذا قدرنا. يا للقدر المشؤوم. إذن من الغد يلتحق بنا. اتركوه يستريح يوما أو يومين. لن يرضى بذلك يا أمي. على فكرة أين هو الآن؟ ربما يكون تحت الكرمة فإنها عادته كلما سمحت له الفرصة. Thank you.
أولادنا. شرب يتمن لم يعرفوا ميتا، كبر طفلا لم يعش طفولتنا. شرب يتمن لم يعرفوا ميتا، وقلما رأى الناس ابتسامة، وقلما رأى الناس ابتسامة. يرفد حفنة تراب يرفدها بدين، والتراب غير بسياس يبدأ يدري فيه. يرفدوا بالأرض وين جدر وغارس، هاد الأرض سافل عليها عافس. يكبر يتقوى يشكر اللطيف، سرحوا بباه راح يجرب التوظيف. قصدي في بالعباس مصنع الياجور، فيه الظلم فيه الحضرة وفيه هجور. العمال على كل هالشي صبار، ومليك يفهم يتوظف الإدارة. كانوا في هالشان وكانوا في هالمال، لكن ما في نظام يخدم العمال باش يمد العامل كل واش يحتاج. يقرر بومليك يلتحق بالإنتاج. تفضل تفضل تفضل. سيد فرانسوا. نعم.
عندي طلب. ما هو طلبك؟ أريد منصبا آخر. منصبا آخر؟ أجل، أرغب في تغيير. أتريد منصبي؟ لا لا أبدا لا يا سيد فرانسوا. ماذا تريد إذن؟ لم يبقى سوى مكتب صعب المصنع. بكل بساطة أريد الالتحاق بقسم الإنتاج. كيف؟ تريد العمل في الإنتاج. غريب، ألست راضيا على عملي؟ بلى، ولكني أفضل. أعدي بكم، تخيبون الراحة؟ ألست مستريحا بما فيه الكفاية؟ تعمل وأنت جالس وتعمل حسب الدوام العادي؟ أعلم كل هذا وأقدر حق قدره يا سيد فرانسوا. أنا لا أفهمكم، أنديجان يرفض العمل في مكتب على كرسي؟ يا سيد فرانسوا، الأجر في قسم الإنتاج يرتفع بفعل العلاوات والساعات الإضافية. فهمت، لكن العمل في إنتاج شاق ومتعب وحجمه أكثر كثافة. أعلم كل هذا، ولكني ما دمت شابا قادرا على بذل الجهود أفضل أن أغتنمها فرصة. ولكنك تتسبب لي في شيء من الإلغاء. أنا آسف، لكن إذا تعلق الأمر بتعويضي. على كل، أمهني بضعة أيام وربما وفقت على طلبك. رجاء يا سيد فرسوة أن لا تتأخر كثيرا، فنحن مشرفون على نهاية الشهر. انتبه، والله ما بلعني. احترس من انتبه، والله ذهب كل الإنتاج غبارا، واعلم أني سأخصم من أجلك ثمن الأجر المتخف. ظلم هذا، يدي لم تتحمل حرارته سقطت. اسكت تماما، تناكشني فيما لا يعنيك؟ أقسم لك يوما كاملا وليكن لك ولغيرك درس. سأكلم المعلم. احتشم، جرأة هذه عندك؟ هيا إلى عملك ومن دون نكاش، مفهوم؟ أسقط المساعد، لما دفعته؟ لم يخطئ في حقك. لا تتدخل فيما لا يعنيك، وإلا حصل ما لا يغديك. سأكلم المعلم. ستكون مفصولا قبل أن تصل إلى مكتب المعلم كما تقول. صاحب المصنع وقته ثمين جدا فيضيعه مع أمثالكم. هيا أيها الأغبياء، أنتم لا تكادون إلا بالجفاف. هيا يا عربي يا غبي. سيد فرانسوا، عمل المراقب هو المراقبة، وإذا لاحظ تجاوزا ما أو تقصيرا ما رفع بذلك تقريرا إلى صاحب المصنع وإليه يرجع القرار، أليس كذلك؟ كذلك. لا تدافع على هؤلاء، أنت منضبط متعلم مثلنا، لا تحصن نفسك في هؤلاء. ليس هذا موضوع الحديث، ولكن هؤلاء بنو جنسي وجلدتي. أظن أنك تجاوزت نوعا من صلاحيتك، وعليك الآن تقديم الاعتذار للعامل. كسر الأجوغ نهرته، كيف تريد أن أعتذر له؟ أجننت؟ التحق أنت الآخر بمنصب عملك وإلا خصمت. لست إلا عاملا، أنا المسؤول. ادخل هذا في دماغك. المسؤول أولى به أن يتصرف بمسؤولية. السلام عليك يا عمي. وعليكم السلام. عبد القادر اجلس. سمحت ما جرى بالمصنع؟ أمر عادي على كل حال. ربما كان عاديا، لكنه يكشف عن مسألة هامة للغاية. أهي الإهانة يا عمي؟ ليس فقط، فالشعب مهان منذ زمان يا عبد القادر.
القضية مهمة كانت الوقوف في وجه المساعد. لم أصبر أمام ذلك المنظر. جزائري واقع على الأرض، وأن المساعد يعرفني لأني كنت معه في الإدارة. صحيح، لكن لا يكفي أن يطول المرء هكذا منفردا. الأحسن أن يعمل المرء ضمن الجماعة، ولكن لا أراني معتمدا على زملائي المساكين. الخوف يحمي رؤوسه. فعلا يا عبد القادر، إنه جاثم على أعناقهم وأعناقنا نحن كذلك. المشكل أن العموان لا يشعرون أنهم يشكلون قوة إذا اتحدوا. أنا متأكدا يا عمي أنهم يعتقدون مصيرهم قدرا مكتوبا عليه، ولصاحب المصنع أن يفعل ما يريده دون أن يحاسبه. بل لا يشعرون حتى باقتسام البؤس مع غيرهم من البشر على وجه الأرض. في الواقع يعني غيرت عملي بالمصنع لكي يكون في الإنتاج قريبا منه، فهم نوعا ما لا يحسنون الدفاع عن حقوقهم. قل أنهم يجهلون أن لهم حقوقا، وأن أجورهم وضيئة لا تترجم الجهد الذي يبذلونه. السلام عليكم. وعليكم السلام. استطعت الوقوف؟ نعم، لكن وقفة عرجاء. كنت وعمي في حديث عن المسألة، وأظن أن الحل في عمل نضالي بما هيئة منظمة. نحن وراءه. لا تكون وراءه، بل كونوا جنبه. العمل ضمن هيكل معتمد ممكن، لأن السلطات تسمح به. هي مرغمة لكنها تسمح به. ولنا المثال في حزب شعب قدور، فبعدما منعتهم السلطات الكولونيالية شكل الوطنيون الأمتية الجديد ليصبح الهيكل المعتمد الجديد. عبد القادر، نحن معك ظالما أو مظلوما. إنني أفكر. جديا في الانضمام الى الكونفدراليه العامه للشوب. انها فكره صواب ما دام الجزائريون لم يؤسسوا هيكلا نقابيا خاصا بهم. لكل امر اوانه يا عمي. عبد القادر، انت تستطيع الحديث اليهم ومخاطبتهم بلسانهم. اتمنى فقط أن أكون في مستوى هذه المهمة وهذه الثقة. عمال هايمين في مصنع الياجور، الشمس غايبة يمشوا في الديجور، حقهم مهضوم بلعوا المعلم، قالوا بسكات بلاك الواحد يسلم، يبعد عليه الهم وصداع الراس وينجي روحه من دخول الحباس. عين شافت يدير العين ما شافت، وإذا تكلم يبقى صوتك خافت، يد وحده ما تصفق يقول انتل، والواحد أشد حتى يحصل. من وصهم خير الشاب ما زالوا فريق، عرفوه الناس هو أبو مليك، ما يدخل أقول علم ذات بيه، ينبه العالم حقه كيف يديه، قال روحه بعيد لما تكون الوحدة، والنتيجة تكون نقطفها وردة. احنا جميع قدرة الحي المتعال نحولوها مهما شمخت الجبال، مع بعض نعزفوا نفس الماية متكافين
الحق الغالب. المعلم واحد قادم لقلبه بالمحامية اسبوع واك يهربوا. المعلم الآن ما يجيبوه برا، لكن بهمة نرضوا بالحضرة. سطر لهم برنامج طويل وعريض في أوساط العمال يقوم بالتحريك. الشهور وتجي السنوات للكفاح الجماعة تفكر في قنوات المنظمة الخاصة تكونها رجال بتحريك الجمود يبدأ النضال. عملية هنا مركز البريد عملية لهيه ويا ما قلبت العدو ربما تلهيه. الجماعة شافت عين الصواب الاتصال بالشباب وعلاش يبقى بعيد محال. بوم ليه في النشاط تقول عليه في عيد، يتصل بالقريب ويتصل بالبعيد، يجمع الشباب ما يخليهم هايمين، يفطن الشبان ما يخليهم نايمين. يجري هنا ليجري لهيه وكأنه غزال يحضر الناس الوقت يلحق المزال. ولكن اسمح لي أقول لك شيئا يا وشاه، أراكم معشر الشباب وكأنكم على هامش ما يجري في البلد. أبدا أبدا لا يمكن. طبعا لا أظن بكم السوء، ولكني عاهدت الشباب لا مباليا. الفقر نأكله مع خبزنا اليومي الذي لا نحصل عليه. صحيح، ولكن هل تظن الآخرين في أحسن الأحوال؟ بلى، يقاسون الأهوال هم كذلك، هذا قدرنا جميعا. إذن من تراه سببا في كل هذا؟ ربما القدر. لست قادرا على التفكير بما أتيت من عقل؟ من يتسبب يوما بعد يوم، شهرا بعد شهر، سنة بعد سنة؟ أنا لدي جواب. أيكون الاستعمار؟ مرحبا يا شاب، ها قد وجدت الجواب. إذن ألم يحن الوقت للتغيير؟ نغير ما كتب الله علينا؟ ألم يقل المولى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم؟ صدق الله العظيم. نجف، كلنا معا، أغض مضاجع العدو. ما المطلوب؟ اسمع، تختار اثنين او ثلاثة ممن تثق بهم. اختر الصديق الكتوم. افهم، لي اربعة اصدقاء، ثقتي بهم كاملة. ما المطلوب اذا؟ السوق، تدخلونها وتدخلون اليها مناشير اسلمك اياها. نسلمها لمن؟ للمشترين. المهم ان يقرأها الناس، أن يطلع عليها عدد كبير من الجزائريين. ولكن نعم، احذروا الوشاة، احذروا الأعين والأذان. لا تشغل بالك، سنكون يقظين. اسمع، حاجة للحديث عني مع أصدقائك، هذا لا يعني عدم الثقة. أجل، بل إجراء ضروري. أعطيني أسماءه وعناوينه، فإن قطعت أسباب الصلة بيننا وبينك
نتصل به مباشرة. وعليه. بوس وحدها ما تبقى نجاع، معروفة ما تكفيش وحدها الشجاع، تولي أمور لدعاة شرعية وتبقى جماعة في الميدان خفية، يحركوا الشعب يوجدوه للنظام، يوجدوه الوقت يلحق النزال، قوم لي في وسطهم ما خلى رحبة، مرة غيب المهل ومرة بالزربة، الشعب في حل كان الاستعمار تخرج كي نجيد ولا تخرج بالعار، وإذا ما بغيت الهداوة نخرجوك بالنار، كان جاي بني وما تشوف غير الدمار، عن الحرب لا ما كاين خيار، الشعب لما يتور يضحي بالأخيار، نوفمبر 54 وقع ليه اختيار، بيان توسع واسع الانتشار، العدو سلوان حلفة ويتخطى في النار، قال امتن النخالة ما تولي تكين والعدو ما يولي سكين، لا تأمن بك الشام حتى يفوت ولا تأمن العدو حتى يفوت، الجبهة والجيش جواب أحرار ما يخلو فيها إلا ناس أحرار. السلام عليكم. وعليكم السلام. لطالما لاحظتكما تأتيان إلى سوق المدينة العربية. أنا في الواقع في السوق والمدينة أتذكر القرية التي جئت منها، أو قل خرجت منها. إني هنا أظن نفسي بين أهلي، بما أني لا أستطيع الرجوع إلى قريتي اتهموني بقتل عائلتي، ولو لم أهرب لكنت في عداد الأموات. أفهم أنك لم ترى قريتك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؟ هذا صحيح. لو تعلم كم يشدني الحنين إلى بلادي. أريد أن أسألك، في الجيش الفرنسي حيث تأكلان الخبز، هذه الكلمة قاسية تحطنا في مصف المرتزقة، أوليس هذا صحيحا؟ عفوكم عفوكم، لم أقصد المساس بإحساسكما، لم أستطع أن أقول جيشكما، لستما فرنسيين. ما نحن سوى مرتزقة. سؤال، من يذهب لزيارة العائلة في الوطن من بين الجنود؟ الفرنسيون طبعا. ومن يقوم بمختلف الصخرات أو على وجه الخصوص والأشغال المرهقة وبكل ما يرفضه الفرنسي أو يعافى، وليس لنا سوى الطاعة العمياء. هل تحملون بطاقات شخصية؟ يقال لنا أن البدل كافيا لإثبات هويتنا. ويرضيكم أن يكون لباسكم عنوانا لشخصيتكم؟ وماذا عسانا نفعل؟ أنا فقدت كل معنوياتي، كل مثولي،
كل طموحي في دولة قوية. وتكافح ضمن جيش مثل الأعلى القضاء على شعب لا ذنب له سوى الدفاع عن أرضه، ولا تربط بينكما وبينه أي علاقة عداوة. هذا صحيح. الحقيقة أني في بعض الأحيان أفكر في الانتحار. وما لنا والانتحار؟ أنا أقترح عليكما وعلى أمثالكما مخرجا مشرفا، إما جنودا ضمن جيش التحرير، أم الالتحاق بأي بلد تختارون وتكون لكم هوية ووثائق شخصية. أهذا صحيح؟ هل هذا ممكن؟ إن لنا أصدقاء وأشقاء ومتعاطفين في كل بلد، في فرنسا نفسها، وما عليك إلا أن تختار الصيغة التي تخدمك. أمليك يا ناس، شاب البيان يقصد شباب عايش قبلان، حوس عليهم جنود الألمان، نادي جهدوك الجماعة البيضاء، واللي معاهم الأخرين هما سالكان في اللفيف الأجنبي مجتمعين. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف أنتم؟ وكيف أحوالكم؟ نحن في غاية الصحة والعافية. كيف حالك في المصنع؟ نحن هناك أحسن حال من كثير من العمال في المصنع الآخر. لقد سمعنا عن مصنعكم، حدثنا والدي. فعلا، فلقد أصبح مصنعنا حديث الناس. هل تعلمون لماذا نحن نسبيا أحسن حال من غيرنا؟ لأنكم تنتجون أكثر من الآخرين؟ نحن لا نعلم كم ينتج الآخرون، إذن لماذا؟ لأنكم في اتفاق تم على المعلم. ومتى وأين كان رب المصنع قريبا من العمال؟ أن العمال متفقون ويعملون. تركنا في اتفاق، هذا هو الجواب، لكن كيف؟ الاتفاق يعني ذات النظرة عند الجميع. نعم نعم، اختلفنا عن الآخرين لأن العمال في المصانع الأخرى اتفقوا على توحيد كلمتهم وراء ممثليهم الذين اختاروهم. عندكم نقابة؟ أخبرونا في الخدمة العسكرية أن الحركة النقابية ممنوعة. نقابتنا قوية والعمال ملتفون حولها يحملونها، فلا يسع لصاحب المصنع سوى التفاوض. الخلاصة البسيطة تكون النضال والاتحاد، يؤتيان دوما أكلهما. لي لكم اقتراح. تفضل. تعلمون أننا في حرب ضد المستعمر، وأنا نحن نفهم أنكم مجندون رغم أنوفكم، لكن رب ضرر نافع، فأنتم جزائريون لا نشك في هذا. إذا كنا فرنسيون في سجلاتهم فنحن جزائريون حتى النخاع، وفخورون بهذا. نحن على علم بكل هذا، لذا أخبركم أن الجبهة تبعثني إليكم لتلبية نداء الوطن، فأنتم في وضعي تساعدنا. وكما قد لا يخفى عليكم، نحن في حاجة إلى أسلحة، في حاجة إلى ذخيرة، في حاجة إلى من يدرب جنودنا حسب ما تعلمه في التكنات. ألا يكون في هذا خطر علينا؟ بل خطر كبير، خطر يحيط بكل هذا الشعب منذ ليل طويل. ربما يتحدث صاحبي عن مكروه قد يصيب عائلتنا. لا أعرف عائلة نجت من الكرب، من البلاء بفعل الغاصبين. أنا مستعد لإمداد الثورة بالذخيرة، فالمنصب الذي أحتله في التكنة يسمح لي بهذا.
ولا حاجة لي للهروب الآن. فيما كنت أتردد في ذلك؟ لو لم يبقى لي بضعة أشهر أفضل تمويلكم خلالها بما ينفع. بورك فيك رجلا شهما. أنا في الحقيقة لا أرضى أن أكون أقل شهامة من صاحبي. بعد بضعة أيام سأشحن شاحنة وأسير بها ليلا في أعالي تسالة، وليكن ما أراده الله. هذا قول يحفظ لك ماء الوجه. بطبيعة الحال سأكون مدربا للجنود، ربما فعلت مثل صاحبي، فأنا مسؤول ضمن مصلحة التغذية. طوبى لنا بكم وبأمثالكم. بوليك يا ناس شاب البيان عن شباب جندوه الأديان. يقول فينا الجيش تبقى قريب وأبدا الضباط ما يديروه قريب. شعار قدهم يكونوا صبارة، جاء الوقت لازم يرفضوا العبارة. يعلمهم كيف الإنسان يلازم الإنسان، ما يتخلف على شفاعة الفرسان، ما يحارب العدو يلبيه في النداء، ما يحشم الأهل يلبيهم الرجاء. هم ليك يا ناس شاب البيان عن شباب جندوه الأديان. هل تسمح لي بالجلوس؟ ياك تسمع للقوبة؟ ياك تعليه لا سعيسة، مرحبا بك، متشرف بمعرفتك، اجلس لا تخشى شيئا. أنا في مقهى سويحية سبحت في الماء. سمعت عنه الكثير، أما ذلك فالحيطة وجهه. عبد القادر جئتك باقتراح. تفضل، فلقد وقفت نفسي فدية للبلد. إذا أخبرتك أننا نعرف عنك كل صغيرة وكبيرة. يسعدني هذا والله، فحسن التنظيم هو عنوان الانتصار. يكون الانتصار بعون الله وجهودنا جميعا. ربما كنت على علم بأن السيد محمد غرار كان منسقا للمنطقة. فشل، ولم أنه سافر إلى الخارج. نعم، بعثته الجبهة في مهمة إلى فرنسا. أنا أراه الإشارة يا سعيسة، سأكون منسقا للمنطقة، وأخشى فقط أن لا أكون في مستوى هذه المهمة وهذه الثقة. أتمنى للهم من الله وأقوم بواجبي على أحسن وجه، فهذه مهمة خفيفة ثقيلة. فلتعتبرها تكليفا. بل تشريفا أعتبرها. أنا لست أفضل من الآلاف الذين يقاسون الأمرين. طوبى للثورة بك وبأمثالك.
عبد القادر، إليك بهذه العملية. أنا لها. عليك بقطع الأعمدة. اعتبر الأعمدة مقطوعة. لا بد له من مساعد، فالأمر يتعلق بأعمدة كثيرة. أعطوه الحق معك. ليكن، اذهبا معا لهذه العملية. أريد إتلاف الأعمدة التلغرافية. تصرفوا في كيفية القيام بهذه العملية. لا تشغل بالك، إن شاء الله يكون الكورونال في مكالمة مع القيادة العامة وقطعوا له الهدرة. إن شاء الله. والآن علينا تحضير عملية ربما نطوت على بعض الصعوبة. كم أحب الصعوبة، أطويها. أريد وضع القنبلة في منزل أحد ضباط الشرطة. أنا لا، لو كلفتني ذلك حياتي. ستكون قنبلة موقوتة. إذن يجب دخول المكان من دون أن يتفطن أحد. ومن يكن ضابط الشرطة هذا؟ هل تعرفون البريغادي بولو ريمون؟ وهل يخفى على أحد؟ ومن لا يعرف ذلك الخبيث؟ نريد وضع القنبلة في منزله يوم الجمعة 7 أكتوبر. ربما وجدتم في البستان معينا لكم. سيساعدكم وسيلتحق بجيش التحرير مباشرة بعد العملية. سيفتح لكم النافذة التي تدخلون القنبلة منها. عبد الله، تلتقي به في مقهى السويعية يوم الخميس صباحا. اسمع، عندما تدخل المقهى اجلس إلى طاولة شاغرة واطلب بصوت مسموع نعناع من دون سكر. أفهمت؟ إذا سيكون السكر في جيبي. أنا أقترح أن نضع هذه القنبلة في نادي الضباط. وتجهلون أن هؤلاء الخبثة يأتون مرفوقين بأولادهم وأزواجهم؟ نحن لسنا مجرمين بل توار. Thank you.
بما أن المتهم لا ينكر ما اقترفه من جرائم فإن المسألة جلية. ومع ذلك أطلب من المجلس الموقر أن يسمح لي بكلمات قليلة. بالتأكيد سوف تحترم المسطرة التي تسير عليها القضايا. إليك الكلمة. سيادة الرئيس، إن هذا المتهم وأشباهه مجرمون حقيقيون حقيرون، فهذا شاب سمحت له فرنسا بالدراسة ووفرت له كل ما يحتاج إليه من أجل ذلك، بناء المدارس، توفير المعلمين، وبإنشاء المطاعم في بعض الأحيان ليلى ينشغل في الدراسة ببطنه. وصل إلى الشهادة الابتدائية وقل ما يحصل أمثاله عليه، فبماذا يجازي الأم التي وفرت له كل هذا؟ بماذا يجازيها سيادة الرئيس؟ بالثورة ضدها. إنه العقوق ليس إلا يلتحق بقسم الإنتاج ليسهل اتصاله بالعمال ويحقق نواياه الخبيثة التي بيت على تنفيذها ضدنا. ولقد شدد العزم سيادة الرئيس، لقد شدد العزم على تأليب العمال ضد صاحب المعمل. أولم يتوقف العمال عن العمل بمجرد التحاقه بقسم الإنتاج؟ أولم يخبر صاحب المعمل الشرطة بأن العمال كانوا نعاجا خاضعة فتحولوا بمشيته كباشا ناطحة، أصبحوا يتشدقون بحقوقهم المشروعة ويهددون بالإضراب، وتناسوا سيادة الرئيس أن حقهم الأول والأخير هو الانسياخ، وما كفاهم أنهم أحياء؟ ثم أصبحت ثورتهم عامة مع نهاية السنة الماضية. حشبي سيادة الرئيس، حشبي من قوم يتمردون على اليد التي بنت لهم بلدا كانت خرابا قبل مجيئتي، على اليد التي أحيت لهم أرضا كانت موتا قبل حضورهم. علمناهم لينفعهم علمهم فاستعملوه في قتلنا، علمناهم في إطار الخدمة العسكرية فأشهروا السلاح في وجوهنا، أتلفوا الأسلاك التلغرافية لأنهم ضد العلم والتقدم، أتيناهم بالحضارة نعم، ولأنهم لا يستوعبوها يثورون علينا. عجبي منهم، وفرنا لهم الشغل سيادة الرئيس في المصانع والمزارع وما رضوا بذلك. ماذا يريدون؟ أرجو من المحكمة أن لا تجعل من هذا المجرم قدوة لغيره حتى لا تسولوا لهم أنفسهم الشريرة الاقتداء به، وبئس الاقتداء. شكرا لمجلسكم الموقر. شكرا للسيد المدعي العام، والكلمة للدفاع. وأرى أنك رفضت المحامي الذي عيناه لك، فهل تريد أن تقول كلمة قبل المداولة؟ أجل. فما قاله المدعي العام يستدعي بضعة ملاحظات بود أن يسمعها وتكون إجابات على تساؤلاته الغريبة. لم أنكر ما قمت به، فلقد فعلت كل شيء بوعي تام وإرادة قوية، فما قمت به كان بصفة عضوا جماعة متماسكة. فإن كان الفاعل فالفاعل جماعي والفعل جماعي، فأنا غير وغير أنا.
قال المدعي نعم لأنكم أتيتم بالحضارة. ربما نسي المدعي نعم ما قام به بيليسي وسانتارنو وكافينياك إن رد من مئات الجزائريين في مغارات بمنطقة الظهر وخنق بنيران أوقدت عند مداخل الغارات. إنه فعلا لعمل يأتي به المتحضرون، بل يكون استهانة لمكروتهم في أرض من دون حضارة. كان ذلك في 1844 1845 واسألوا التاريخ إن كنتم جاهلين، أو اقرأ التقرير الذي كتبه إتيان فينيكس كوتي سنة 1913 يخبركم عن أولاد السبيح. أنتم متحضرون لأنكم تعيدون التقتيل في 1945 في جرم سطيف خراب، تقتيل المدنيين العزل، تقتيل من وعدتموهم بالاستقلال مقابل مساعدتكم ضد النازيين. كان جزاؤهم إبادة جماعية، وكان جوابنا ثورة ضد كل هذه السلوكات الوحشية. على كل انسحب المحكمة للمداولة. في المحكمة رأوه ذبحا نشر في الوليمة. أمام المجلس وقف في المحكمة رأوه ذبحا نشر في الوليمة. وقف يافعا وقفة الأسياد، وقف يافعا وقفة الأسياد. لم يعرف أن له أنداد. تجولوا به أمام المحاكم، بقي ماثلا أمام المظالم. تجولوا به أمام المحاكم، بقي ماثلا أمام المظالم. تهمتهم أنه قتل العباد، تهمتهم أنه قتل العباد. وهم قد عتوا فسادا فسادا في البلاد. رمقهم بنظرة التهكم وقال أهلا بالتهم. قال لهم أنتم الحاكم والجلاد، قال لهم أنتم الحاكم والجلاد، ما أنتم سوى جمع من الأنكاد. بعدما استمع المجلس إلى قرار الاتهام، بعد استجواب المتهم من طرف المحكمة، بعد مرافعة السيد المدعي العام وكلمة المتهم، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم رقم 7046 عبد القادر مبليك بالسجن لمدة 20 سنة نافذة. هل المتهم ما يضيفه؟ نعم.
إن لا أراكم متفائلين أقصى ما يكون التفاؤل. نكلمكم لا بصفتكم محكمة، أنا لا أعترف لكم بحق محاكمة في بلادي. أنتم محكمة من دون مفعول، بل أكلمكم بصفتكم ممثلين للسلطة الاستعمارية. قلت إني أراكم متفائلين، يعني سوف لن أبقى بسجونكم مدة تزيد عن سنة أو بضعة سنوات على أكبر التقدير. هل لكم عقول وتظن أنكم باقون هنا 20 سنة أخرى؟ لا أعتقد ذلك. باليقين أنكم سترحلون بعد وقت لن يطول. الثورة التي انطلقت منذ 2 سنين سوف تشرفكم وتلقي بكم من اليم من حيث أتيتم، ويكون لكم مصير فرعون موسى، وأبقى أنا في بلادي حرا طليقا. أتسمع سيادة الرئيس؟ إنه يستفزنا في عقر دارنا. وقحهم هذا العبد، أنا أطعن في هذا الحكم، سأطالب باستئنافه. ما زلت بالسجن يا حر؟ ما زلت؟ ربما لن نخرج منه. إن من دخل هذا المسلك لا يضع هذا الاحتمال في حسبانه. أجل، أجل، لقد دوختهم بما قلته أثناء المحاكمة. إن الظالم يذوخ بمجرد أن يسمع قولا يذكره بظلمه وجوره، لأنه يتذكر فهو يعي أنه ظالم جائر، لكنه ليس صريحا مع نفسه. فعلا، الحقيقة إن الإنسان يبتهج. ولو أن المكان والزمان ليس للابتهاج، وخاصة عندما يرى الارتباك مرسوما على قسمات وجوهه، أظن لهذا السبب سيعيدون محاكمتك. ربما، أو ربما كانوا مبيتين على إعدامي وأرادوا أن تكون المباراة في شوطين. أصدقك القول يا حر، إني غير نادم على ما قلته وما فعلته. لكن قل لي يا 7046،
لماذا تكره الشعب الفرنسي؟ هذه فكرة خاطئة. أنا لا أكره الناس من دون أسباب، ربما لا أكرههم حتى ولو توفرت الأسباب. إن الشعب الفرنسي له بلاده وليس لي معه علاقة عن أي نوع فأكره. إن مقتلكم أنتم القتلة الذي لا أعتبركم ممثلين للشعب الفرنسي. احتل النازيون أرضه فقاومه، واحتللتم أرضنا ونحن نقاومكم. أتى النازيون فسادا في أرضهم ومثلهم فعلتم في أرضنا. قاوم الشعب الفرنسي النازيين وكان يترصد جنودهم وضباطهم، وكذلك نفعل. كان النازيون متحضرون. ألم يفرغ متاحفكم من أجمل وأروع اللوحات؟ أنتم مثلهم متحضرون ومثلهم متوحشون. استهدف الشعب الفرنسي عملاء النازيين فاستهدفنا، ونستهدف العملاء الذين باعوا بلادهم بثمن بخس. لكن قل لي، ألا تشعر بالندم على كل ما اقترفته في حق الشعب الفرنسي؟ أنت مونكرونال لست الشعب الفرنسي. قبل 85 سنة في 1871، ألم يهاجم الجيش الفرنسي الشعب الفرنسي في شوارع باريس ليقمع لكومين؟ لا جدء من الحديث إليك يا عبد القادر، أنت عنيد. وصيتي إليكم ولكل الأبناء، احذروا هذر دماء الشهداء. وصيتي إليكم ولكل الأبناء، احذروا هذر دماء الشهداء. يكفينا متنا شجعا وأبرياء، يكفينا متنا شجعا وأبرياء. زهرة بلادنا تذبلوها، فخر بلادي خزيا جنبوها. جنبوها بتبر بألماس لا تبدلوها.
تستعصب احكموها. كيف انت يا صاحب الزنزانة رقم 13؟ اخطأوا اخطأوا انهم انتظروا مني خوفا واستعطافا. رجلا دخلت نضال، رجلا نفارق الحياة، لأن كل فعل غير هذا يعني طعنا ضد نضال هذا الشعب الأبي. الإنسان عندما يصل مكانة ما لا يعود ملك نفسه، بل يتحول كلية إلى القضية التي حملته وحملها، فليحرص فقط على أن تكون القضية عادلة. لا أحد يشك في عدالة قضيتنا، حتى هم كما قلت. لي إليك وصيتان، أبلغهما من بعد فراقي. لي بنت صغيرة التهلى فيها والتهلى في البلاد. لو فرطنا في البلاد فقد بعنا دمكم بثمن باخس، ولا أظننا قادرين على ذلك. ثم ربما كان مصيري مثل مصيرك. على كل الأعمار بيد الله، ولكن نحن في 1956 ولا زال الطريق شائكا أمامكم. تهلوا في البلاد. يعني قبل الاستقلال لا تفشلوا، وبعد الاستقلال بنوا خدموا شيدوا بلدا عظيم. تهلوا في البلاد، شيدوا بلدا عظيم، بلدا يعين لكل ابنائه، بلدا يسع لكل ابنائه. تهلوا في البلاد، تهلوا في البلاد، تهلوا في البلاد. أخشى حبالك، واصلبوني فلست أخشى حديدك، أشنقوني فلست أخشى حبالك، واصلبوني فلست أخشى حديدك. وامتثل سافرا حياك جلادي، وامتثل سافرا محياك جلادي، ولا تلتتم ولا تلتتم ولا تلتتم، فلست حقودا. واقضي موت بما انت قاض
أنا راض إن عش الشعب سعيدا واقضي يا موت فيما أنت قاد أنا راض إن عش الشعب سعيدا أنا إن مت أنا إن مت الجزائر تحيا حرة مستقلة.
7 جانفيي 57 يزدم سي ويخرجوا الميداليين 7 جانفيي 57 يبدو حملة في التاير مع تركين 7 جانفيي 57 يزدم سي ويخرجوا الميداليين 7 جانفيي 57 مقاتلين شحال منهم متوقفين الجواب يجي بسرعة مين المواطنين إضراب عام 8 أيام درناها احنا كاملين 7 جانفيي 57 يصدم سي ويخرجوا الميداليين 7 جانفيي 57 يصدم ماسي ويخرجوا الميداليين 7 جانفيي 57 يصدم ماسي ويخرجوا الميداليين 7 جانفيي 57 لكل المنتقدين في واشنطن كينيدي يقول السامعين الاستقلال حق لكل المنتقدين شحال من أحداث سنة 58 البترول بيري فرح الفرنسيين البترول بيري فرح الفرنسيين زينوا القعدة وضنوا من هنا ما هم رايحين في واشنطن كينيدي يقول السامعين الاستقلال حق لكل المنتفضين في واشنطن كينيدي يقول السامعين الاستقلال حق لكل المنتفضين للجزائر حكومة مؤقتة تفجر الأخبار في القنبلة الموقوتة للجزائر حكومة مؤقتة فجر الأخبار في القنبلة الموقوتة الانتصارات تسلسل مرتبطة الحكومات حقق شحال من انتصار للجزائر بسرعة يكبر الاعتبار فرنسا تغرق فرنسا تغرق وتعيط للجنرال يقول نعم يقول نعم ويجي مسرعا في الحال علينا يا عرب يقترح سلم الشجعان هو كان خايف كان خايف من الموجة تولي طوفان مجزرة عند الساقية
ساقيا. هذا على مشهد على الآثار الدامية لا ملاحا في سبتمبر يستعرض تحقيق المصير يذكرها بالحال لا ملاحا في سبتمبر يستعرض تحقيق المصير يذكرها بالحال. الشعب خرج كله في المظاهرات ايام ديسمبر في دموشنت البدايات وطن تعمات نينوس
ستين مرة أخرى المفاوضة تمشي على الساح تستمر في إفيان 62 مرة أخرى المفاوضة تمشي على الساح تستمر في إفيان تم اتفاق للجزائر الاستقلال تحيا الجزائر تحيا الجزائر